المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما الهمشنال جيسبر. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الأمور ديالكم مزيانة وفي تمام عن جميع السيدات، عن جميع الحبيبات المتتبعات الغزالات الوفيات على القناة ديالي اللي هي أكيد أكيد الهمشنال. وصفة اليوم إن شاء الله غادي تكون وصفة مختصة علاج الشيب، يعني وصفة سحرية لعلاج الشيب. وصفة اليوم هي للجنسين معا، أي للنساء وللرجال أيضا، فبدون قسم علاج شيب الشعر نهائيا وللأبد في أقل من ساعة واحدة فقط. غادي تخلصي إن شاء الله من شيب بهذه الوصفة السحرية والعجيبة والغريبة في نفس الوقت. المكونات ديالها بسيطة جدا، وأهم شيء أنه توفري في كل بيت أو في كل منزل. ولكن قبل ما نمشيو نتعرفوا على كل هذه الأشياء هذو، فنبغي نرحب بكل من كيزور هذه القناة، سواء النساء سواء الرجال، أيضا الناس الجدد والقدامى في هذا لاشين. مرحبا بكم إذا كنتوا أول مرة كتكتشفوها، فما تنساوش الضغط على زر الاشتراك الموجود أسفل الفيديو، أيضا تفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا في التعليق كيف جاتكم الوصفه، وايضا تابعونا على موقع التواصل الاجتماعي، جميع الروابط في صندوق الوصف. السيدات او الناس او الاشخاص بلوتو اللي بغاو يشاركوا معنا الوصفات ديالهم الطبيعيه بخصوص علاج الشيب، اي وصفه مضمونه مجربه بغيتوا تشاركوها معنا فمرحبا بها، ما لكم الا تخليوها لنا في الكومنتير. ان شاء الله نقرا كل الوصفات ديالكم وناخذ كل التعليقات ديالكم بعين الاعتبار، واي وصفه نجحت معايا وعطتني نتائج، يعني جربتها شخصيا ولقيت عليها نتائج مزيانه، فغادي نجي نشاركها ولا نجي نبارطاجيها معكم هنا في القناة اللي تعم الفائدة للجميع، وباش حتى نتوما ان شاء الله تستفدوا منها قدر المستطاع. وما نطولش عليكم اكثر من هذا ونمشيو باش نتعرفوا على مكونات الوصفة، طريقة التحضير ديالها، الاستخدام والاستعمال ديالها ايضا. فاول مكون غنبداو به، غادي نبداو يعني بالحبة السوداء ولا حبة البركة. بالنسبة لهاد الحبة السوداء هذه يعني رائعة جدا، فغادي نحتاجو الحبة ديال السوداء ولا حبة البركة بودرة، يعني هنا راه مطحونة ماشي حبوب. انا غنوريها لكم، ناخد ملعقة هانتوما، فخديت كمية اللي غتناسبني وطحنتها. بالنسبة لتاني مكون فغادي نحتاجو له هو نص حامضة معصورة ولا حامضة كاملة معصورة على حسب الاختيار ديالكم. وغادي نحتاجو لثالث مكون اللي هو القهوة حبيبات أو القهوة سريعة الذوبان. غادي نحتاجو القهوة، رائعة جدا 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 للشعر، كترطبو كتساعدنا على أنه الشعر يصبح بلون بني سواء فاتح أو غامق على حسب الدرجة ديال الشعر ديالكم يعني سابقا، أو كتعالج الشيب، يعني عندها عدة فوائد وعدة مزايا أيضا. غادي نحتاجو القهوة. وغادي نحتاجو الرابع مكون واللي هو الكاكاو المر اللي كيكون بهذا الشكل هذا. هذا الكاكاو هذا رائع، عنده حتى هو عدة أشياء إيجابية فغادي نحتاجو منه. وبالنسبة للكاكاو، الناس كتسولني على الكاكاو اللي كنستخدم، فهذا الكاكاو راه كاكاو باللون الغامق، يعني الأسود أو البني الغامق. هانتوما كما كتلاحظوا، بالنسبة للكاكاو اللي كيكون اللون ديالو فاتح فهداك ما تاخدوش، لأنه ما كيعطيش نتيجة لا في صباغة الشعر باللون البني ولا في علاج الشيب. هاد الكاكاو اللي كيكون غامق اللي كيتباع عند صراحة عند العطار ولا عند العشاب، ما عليكم لا تقولوا له يعطيكم الكاكاو اللي كيكون اللون ديالو غامق والنوعية المزيانة، لأنه حتى هو فيه أنواع ولا فيه كاليتي، يعني على حساب الكاليتي اللي بغيتو غادي تاخدوا الكاكاو المزيان. فهادو هما ربعه ديال المكونات اللي غنحتاجو، ما حاولش انني نكثر لكم المكونات، فقط اكتفيت بربعه ديال المكونات من ابسط ما يكون ومن اسهل ما يكون، يعني ماشي مكونات اللي هي كثيره او لا يعني الميزانيه ديالها كبيره ايضا. وبالنسبه لاخر شيء غادي نحتاجو له في هذه الوصفه هو البلاستيك الغذائي او النايلون او السلوفان، غنحتاجوه باش هكذا نوضعوه على الشعر ديالنا. فهادو هما كل العناصر اللي غادي نحتاجو. بعد ما تعرفنا عليهم الان ندوزو لطريقه تحضير الوصفه، طريقه ديال الاستخدام ديالها والاستعمال ديالها ايضا. فبسم الله على بركه الله،
غادي ناخدو كمية من الحبة السوداء، وغادي ناخدو كمية من الكاكاو المر، ومن بعد غادي نضيف القهوة كنتمنى كل من جرب هذه الوصفة يبارطاجيها ولا يشاركها في مواقع التواصل الاجتماعي سواء الشخصية ديالو او في لي جروب فيسبوك او في الواتساب مع الناس المهتمين بالامر والناس اللي باغين الوصفات الطبيعية بخصوص علاج الشيب. والان غادي نبدا كنضيف يعني عصير الحامض، ومن بعد غادي نزيدها يعني الكاكاو، باش هكذا تعقد لينا اكثر. من بعد غادي نضيف ديك الكميه المتبقيه عندي من العصير ديال الحامض، وغادي نزيد نضيف كميه من الحبه السوداء ولا حبه البركه، غادي نضيفها بالكامل كما لاحظتوا. بالنسبه لهذه الحبه السوداء رائعه جدا، كنصح اي شخص يبقى دائما يعملها للشعر ديالو، حتى الزيت ديالها رائع بخصوص علاج الشيب سواء المبكر، لانه بزاف السيدات كيسولوني على المبكر. اكيد شيب المبكر بشتى اشكاله كتخلصوا منه بواسطه الحبه السوداء الا كررتوها وضبطوا عليها، يعني استخدمتوها عده مرات. وغادي نزيد نضيف واحد الملعقه اخيره من القهوه سريعه الذوبان اولا القهوه حبيبات، الوصفة ضروري ما تكون عقدة يعني ما تكونش سائلة نهائيا. وبعد ما كتصبح بهذا الشكل هذا فهي جاهزة للاستخدام او للاستعمال. فقط غادي تاخدوا الشعر ديالكم وتقسموه الى نصفين وتطبقوها بالتساوي للشعر ديالكم، ومن بعد تستخدموا البلاستيك الغذائي او النايلون او السلوفان للشعر. وبعد ما تجربوا هذه الوصفه كونوا متاكدين انها غتنال الاعجاب وغتنال الرضا ديال اي شخص سواء امراه او رجل، اللي جربوا هذه الوصفه هذه غادي تنال الاعجاب ديالهم وما غاديش يبقاو يستغنيوا عليها، يعني غيبقاو يستخدموها ويكرروها عده مرات، وهذا الشيء عن تجربه شخصيه. فنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في فيديو اليوم سواء بالقليل او بالكثير، المهم هو الاستفاده اكيد. واي اكيد اي سيده بغات تبارطاجي معنا ولا بغات تنصحنا باي وصفه بغاتنا حتى حنا نستافدو، فاكيد اي تعليق او لا اي تساؤل او اي استفسار او اي وصفه طبيعيه فخليوها لينا في لي كومونتير، ان شاء الله نحاول نجاوب الماكسيموم ديال الاسئله ديالكم.
وايضا ما تنسوش تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، جميع الروابط الحمد لله كنخليها لكم في صندوق الوصف. ماشي غير في هذا الفيديو، في اي فيديو يعني اي شخص باغي يعني يتواصل معايا في الخاص، يخلي لي دي ميساج اون بريفي، يخلي لي اي حاجه، فاكيد على راس والعين انني نتواصل معكم كاملين. ومرحبا بكم كاملين اكيد في هذه القناه. غير هو اكيد الناس اللي ما مشتركينش فما تنساوش تشتركوا بالضغط على زر الاشتراك الموجود اسفل الفيديو، ايضا تفعلوا زر الجرس. ووصلنا لنهايه ديال الفيديو. بالنسبه للناس اللي غادي يجربوا هذه الوصفه فكنصحهم باكثر من ساعه، خصوصا الناس اللي كيعانوا من شيب كثير. الناس اللي عندهم شيب قليل فاكيد ممكن تخليوها اقل من ساعه، هذه نقطه مهمه لابد انني نشير ليها ولا نذكرها في الفيديو باش هكذا نكونوا على وضوح اكبر. و كما قلت لكم نشكركم على حسن تتبعكم لهذا الفيديو، موعدي معكم جديد ان شاء الله في فيديو قادم باذن الله تعالى.